ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ وحشتوني. المره دي عندنا حلقه جديده عن حاجه مهمه جدا، عن الترم. ازاي تترم طياره؟ احنا دلوقتي اوريدي في طياره اهو. الطياره دي ما فيهاش لا جي بي اس ولا اوتوبايلوت، بس هي زي ما انتم شايفين كده ماشيه كويس، مينتيننج الهيدنج مينتيننج الاتيتيود وعداد الاي اس اي فيرتيكال سبيد انديكيتور او سرعه السرعه الرئيسيه اهو الدي زيرو، والدنيا ستيبل. طيب ازاي بنوصل للطريقه دي؟ نوصل بتبقى احنا عارفين ان الطياره بتبقى عارف الارقام بتاعتها، يعني انت عارف ان الكروز سبيد بتاعت الطياره دي مثلا 80 عقده بتبقى ستابيلايزد على 2200 ار بي ام. طيب لو افرض مثلا احنا عايزين نعمل كلايم، هنعمل ايه؟ هنزود ال 2500 او 2400 عشان ما نخش شايف حصل ايه؟ لاحظ ان انا ما لمستش اليوك، انا كل اللي عملته ان انا زودت الار بي ام من 2200 ل 2400. ماشي، الطيارة ابتدت تكلاين. ناخد بالنا بس من حاجة، الإطارات اللي هي الموتور فيها بيدير في يمين هي فعلا نفسها بتروح شمال مع التورك، فأنت كل اللي هتعمله إن أنت تعدل الكلام ده. زي ما برضه نبقى عارفين إحنا خارجين من شارلي فيكتور أوسكار ورايحين مطار أكتوبر، فإحنا عارفين إن ده هيبقى هيدنج 240، فإحنا هناخد هيدنج 240 لغاية ما نوصل هناك. ناخد بالنا إن إحنا عاملين نعمل كلايم، وناخد بالنا برضه من حاجة مهمة، ان السرعه ما اتغيرتش، السرعه فضلت 80 عقده زي ما هي. كل اللي عملته ان انا زودت المكنه من 2200 ل 4 ل 2500، داخلين على 6. طب هنعمل ايه؟ هنرجعها تاني 2200 ونشوف هيحصل ايه. نتعادل اهو، داخلين على 240، شايف الفاريوميتر نزل بزيرو اهو من غير ما انا المس اليوك. كل اللي عملته ان انا ظبطت اليوك. ماشي، لو احنا عايزين ننزل تاني ننزل الار بي ام شوية. طب هو ايه تفسير الكلام ده؟ فاكرين معادلة الرفع؟ وفاكرين ان كل السرعة ما تزيد الرفع بيزيد، وكل السرعة ما تقل الرفع بيقل. اول ما بزود المكنة السرعة بتبتدي تزيد، السرعة اول ما تزيد الليفت بيزيد. الليفت لما بيزيد كل اللي بيحصل ان هو بيروح رافع الطيارة لفوق، لما ترفع الطيارة لفوق السرعة بتاعته بتقل، فالحاجات دي كلها بتفضل تلغي بعضها، يعني تفضل الطيارة في حالة ستيبل. ناخد بالك، او انا نزلت المكنة نزلها عند 2000. بص ناخد بالنا من حاجة مهمة، ان سرعة الطيارة لسه 80 عقد زي ما هي، بس طبيعي ان في النزول بيبقى الجاذبية معاك، فمعدل النزول بيبقى ازيد شوية من حالات الصوت. احنا هننزلها ل 2000 مثلا، نشوف هيحصل. عايزين نرجع تاني 5500. يسرح مننا. اوريدي عند داخلين على 5500 اهو، فممكن نرجع تاني عند 2200. تاخد بالك ان في سن الديلي، فتحاول انك عند 2200 بالظبط. الاوسيليشن هنعمل اي مانيوال، ونفضل اصلا على 5500 بالظبط. الفرصة بقى واحنا هنا نتكلم عن حاجة مهمة جدا، والطيارة ستيبل واخدين ال 240 بتاعتنا. فرصة بقى واحنا في الوقت ده نكلمكم عن حاجة مهمة جدا اللي هي كوميونيكيشن. طيب لو تاخد بالك تلاقي ان احنا لسه معديين النيل. احنا عارفين ان النيل، لو انت بصيت على الخريطه وقست المسافه من النيل للفيو ار اللي هو تشارلي فيكتور اوسكار هتلاقيها حوالي 10 ميل. احنا لسه معديين النيل، ما بقناش دقيقتين، يعني دلوقتي بقى لنا
حوالي 11 او 12 ميل من شارل ريفت الاوسكار. لما تيجي تتكلم في الـ في الـ في الكوميونيكيشن، في اربع حاجات لازم يتقالوا، او الفور دبليو. الفور دبليو دول اللي هم هوم اي ام توكينج تو، اكنك بتتكلم في التليفون. اي ام فلان، انا فلان. هوم اي ام توكينج تو، انا بكلم مين؟ انا نمره واحد. ونمره اثنين، انا مين؟ ماشي، ده نمره اثنين. ونمره ثلاثه، انا فين؟ ودي هنتكلم عنها دلوقتي. ونمره اربعه، انا عايز ايه؟ خلاص، طيب نبدأ بقى نطبق الكلام ده. هنكلم مين؟ احنا المفروض ان احنا دلوقتي هنبقى مع القاهرة، فهنيجي نقول ايه الطيارة دي الاستاشن بتاعها اسمه جولف سيرا. هنقول له كايرو تاور جولف سيرا. ادي قلنا اول دبليو هي انا مين، سوري انا بكلم مين، اللي هي كايرو تاور. تاني حاجة انا مين، اللي هي جولف سيرا. تالت حاجة انا فين. دلوقتي احنا لسه عارفين حالا ان احنا لسه معديين الميل، بقى لنا تقريبا دقيقتين، يعني عملنا فيهم تقريبا ميل ونص و10 ميل لغايه شارل ريفت الاوسكار، احنا حوالي 12 ميل. والهيدنج بتاعنا 240، فهنعمل ايه بقى؟ بوزيشن ريبورت. بوزيشن ريبورت يبقى ليه ثلاث ابعاد، البعد اللي هو التو دايمنشن عادي، الاكس والواي والارتفاع. طيب دلوقتي هنيجي نقول له ايه؟ احنا دلوقتي عارفين ان احنا 12 ميل اوت باوند من شارل فيكتور اسك، فنقول له ايه؟ هنقولها من الاول كده، كايرو تاور سيسنا جولف سيرا ات 12 ميل اوت باوند اون راديال 240 فروم شارل فيكتور اوسكار مينتينينج 5500 فيت ديستنيشن اكتوبر. اوكي، انا كده قلت الاربع حاجات اللي انا عايزهم. قلت انا بكلم مين، انا مين، انا فين، اوكي، بالبعدين اللي هم انا فين على الارض وانا فين في الارتفاع. وتالت حاجة أنا عايز إيه؟ كده عرفت المراقب إن أنا رايح أكتوبر. هناخد بالنا إن إحنا بندريفت شمال، هنرجع تاني ندريفت شمال يمين. بص أوريدي إحنا على راديال، خد أكتر ما فيهاش فيها غير VR واحد، ما فيهاش DME، ما فيهاش ديستنس ميجرينج إكويبمنت. أوكي، فهنفضل كده نلف يمين لحد ما فلاي توارس ذا نيدل. بناخد 45 درجة على الراديال، يعني كده كويس. اوكي، الراديال ابتدى يتحرك بقى اوريدي 2 ديجريز، يعني فضل لنا اقل من دقيقة او من سنتر، وهنرجع تاني هيدنج 240 ونبقى اون الراديال اللي هو 240. ناخد بالنا ان السرعه ما اتغيرتش 80 عقده في كله، في الترنات وفي الكلايمب وفي الكروز وكل حاجه. اوكي، احنا اوريدي عند اخر حاجه، فممكن نبدا ان احنا الشمال وكام اوت على 240. ناخد بالنا من حاجه في الترنات، انت كل اللي بتعمله، الموضوع مش زي العربيه، انت كل اللي بتعمله في الترن انك تروح الترن وبعدين ترجع في اليوك سنتر، هي الطياره لوحدها كده لانها اير داينامكال ستيبل، فهتفضل في الوضع اللي انت حطيته فيه. مع الوقت هنرجع تاني، ده سكندري افكت بس ده هنتكلم عنه في حلقه تانيه. دلوقتي احنا اوريدي على هيدنج 240، نرجع تاني هيدنج 240، طياره ستابيلايزد، فيرتيكال سبيد 0. اوكي، اوريدي على راديال 240 ومكملين. تمام، اتمنى ان انا اكون قلت حاجات مفيده في الحلقه دي. بس قبل ما نخلص انا عايز اوريكم الترم ده بيبقى فين. بيبقى في الحته دي، شايفين الجناح الصغير قوي ده؟ ده الترم اللي انت بتتحكم فيه في الترم بتاع الترم. هو بيطلع فوق بينزل كل كنترول سيرفيس تحت، فبيدي الافكت بتاع تحت. بينزل تحت بينزل الكنترول سيرفيس تحت، فبيدي الافكت بتاع ده. لما الترم تاب دي بتطلع لفوق بتنزل الكنترول سيرفيس ده لتحت، فبتدي الافكت بتاع ان هو طبعا اللي عمل الكلام ده اتعمل زمان جدا قبل قصه الهيدروليك والكلام ده، واكيد يعني راجل عبقري، يعني الواحد يحيي الناس اللي عملوا الكلام ده من زمان جدا. انا عايز اقول لكم ان الكلام ده لسه مستخدم لغايه دلوقتي في
الطيارات اللي هي الأكبر من كده اللي فيها بنعيش فلاي باي واير يعني. طيب الحاجة التانية، أنت بقى بتشوف الإنديكيتور عندك من جوه كوكبيت من البكرة دي، مش كل الطيارات فيها بكرة، في طيارات فيها حاجة بتشدها كده، وفي أحيانا بيبقى موجود في اليوك أوتوماتيك في الحاجات الأغلى. بس إحنا اتفقنا دلوقتي إن إحنا بنتكلم على الحاجات اللي هي ما فيهاش أوتو بايلوت ومفيش فيها يعني، ما هياش فانسي أو بتاعتك فوق يعني. طيب نرجع تاني، إحنا أوريدي أهو على أريا 240 زي ما انتم شايفين كده، الطيارة ستابيلايز على 5500. في برضه حاجة مهمة، ده ما هواش اوتو بايلوت، فما تبقاش بيكي قوي، ممكن قوي تطلع 50 قدم فوق او 50 قدم تحت، مش هيحصل حاجة. بس المهم انك ما الكلام ده ما يأكيوميليتش، ما يبقاش متراكم فيعمل لك ايرورجات. طيب اتمنى ان انا اكون قلت معلومات مفيدة في الحلقة ديت، واتمنى ان انتم تشاركوا الحلقة وتعملوا لي لايك وشير وتقولوا لي تعليقاتكم، واشكركم على المشاهدة.